لم تتمكن الهيئة الاقتصادية بعد من تبيان القطبة المخفية التي أدت إلى الخلل بالاتفاق التي قالت أنها كانت توصلت إليه يوم الثلاثاء مع الاتحاد العمالي العام برعاية الرئيس نبيه بري، والقائم على إعطاء زيادة 200,000 ليرة لمن يتقاضى راتبا لا يتعدى 1,000,000 ليرة، وزيادة 150,000 لمن يتقاضى راتبا يتراوح بين 1,000,000 و1,500,000. الهيئات وبعد اجتماع لها في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وصفت قرار الحكومة بشأن زيادة الأجور بالجائر كونه لم يراعي الهواجس التي كانت عرضتها ولا يرتكز إلى معايير منطقية ويخالف المادتين 44 و45 من قانون العمل، ومن شأنه أن يولد أزمات خطيرة. إن الهيئات الاقتصادية ترفض تطبيق قرار الزيادة لأمور عديدة، أهمها عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحمل أعباء هذا القرار الذي ترى الهيئات أنه لا ينصف العامل ولا يصحح أجور العمال بقدر ما يضرب أسس وبنية الاقتصاد اللبناني كما ويعود بالخراب على العمال وأرباب العمل والدولة. تدعو الهيئات الاقتصادية كل المؤسسات في القطاع الخاص إلى عدم تطبيق القرار الجديد ريثما يجري إعادة النظر فيه. ولفت القصار إلى أن الهيئات الاقتصادية على استعداد دائم للحوار ولكن في نطاق ما يضمن مصالح الجميع، محذرا من مخاطر قرار الحكومة على القطاع الاقتصادي وداعيا إلى وضع خطة اجتماعية متكاملة.